السلام عليكم. هذا الدرس هو ختام الكلام عن أدوات أو كلمات الاستفهام. هذه الأداة كي ومعناها ما أو ماذا. كي استودياس يعني ماذا تدرس. استودياس هو تصريف فعل استوديار مع ضمير الفاعل تو. ومن حروف الجر ما يأتي مع أداة الاستفهام كي مثل دي كي دي كي ومعناها من ماذا. وأيضا بور كي بور من معانيها أن تأتي بمعنى من أجل. فبور كي يعني من أجل ماذا أو لماذا. وللإجابة على سؤال بور كي يعني تقول بسبب كذا أو لأن. لأن في الأسبانية يعني بور كي. تلاحظ هي نفس حروف الأداة بور كي لكنها كلمة واحدة. أيضا إن كي إن هو حرف جر من معانيه أن يأتي بمعنى في. إن كي يعني في ماذا أو فيما. إن كي بينساس إن كي بينساس بينساس هو تصريف فعل بنسار ومعناه يفكر وهو فعل شاذ من أفعال القسم الثاني في المضارع البسيط. في تصريف هذا الفعل مع ضمائر الفاعل يتحول حرف A إلى E لكن هذا لا يحدث مع ضمائر الفاعل نسوتروس نسوتراس بوسوتروس بوسوتراس. في درس ماضي تكلمنا عن كوال ومعناها ما أو ماذا أو أي. في أوقات كثيرة تستطيع أن تبدل أو تقوم بعملية تبديل بين كي وكوال بمعنى أن تستطيع أن تحذف كي وتأتي بكوال أو العكس لأن كلاهما بمعنى ما أو ماذا. لكن إذا أردت أن أسأل عن شيء من اختيارات متعددة هذه الحالة يستخدم معها كوال ويكون معناها أي أو أيهما. لكن كوال أيضا بمعنى ما أو ماذا مثل كي. ما هي عاصمة إسبانيا؟ تستطيع أن تسأل وتقول كوال إيس لا كابيتال دي إسبانيا. للسؤال عن الكمية يستخدم كوانتو أو كوانتا والسؤال عن العدد يستخدم كوانتوس أو كوانتاس. تكلمنا سابقا بفضل الله أن هذه الأدوات الاستفهامية يأتي بعدها الذي أسأل عنه ثم يأتي بعد ذلك الفعل ثم بقية الجملة. هذه الحالة وهو أن يأتي الذي أسأل عنه بعد أداة الاستفهام تحدث أيضا مع كي مثل كي أورا إيس وهو سؤال ما الساعة. جاءت كلمة أورا بعد كي مباشرة. وكما ترى أخي وأختي أنه لما يأتي الذي تسأل عنه بعد أداة الاستفهام يأتي مجرد أي بدون أداة نكرة أو أداة معرفة. ممكن تسأل نفس السؤال ما الساعة باستخدام كوال كوال ثم الفعل إيس ثم بقية الجملة لأورا كوال إيس لأورا. لكن سؤال ما الساعة مشهور له صيغة كيورا إيس ومعناه ما الساعة.
هذه الجملة؟ La camisa azul cuesta 30 dólares. La camisa يعني القميص. Cuesta يعني يتكلف. وcuesta هو تصريف فعل costar ومعناه يكلف، وهو فعل من الأفعال الشاذ من القسم الثاني. 30 دولارز يعني 30 دولار. إذن السؤال كان ما سعر هذا القميص الأزرق؟ لكن في الإسبانية يوجد صيغة مشهورة للسؤال عن السعر وهي كوانتو كويستا. كوانتو هي أداة الاستفهام للسؤال عن الكمية، ويأتي بعدها الفعل كويستا ثم بقية الجملة. أنت تسأل عن سعر القميص الأزرق، تقول كوانتو كويستا لا كاميسا أسول، ما هو سعر القميص الأزرق. للسؤال عن سعر شيء تقول كوانتو كويستا. وهذه عدد من الإجابات، والمطلوب معرفة ماذا كان السؤال. هل السؤال يسأل عن المكان فأستخدم أداة الاستفهام مع المكان، أم السؤال عن الوقت، أم عن الحالة، أم ماذا؟ وأيضا كيف يتكون السؤال؟ المطلوب إعداد السؤال لهذه الإجابات. وطبعا تذكر أن هناك حالة في اللغة الإسبانية، وهو أن تسأل باستخدام الجملة نفسها. وبعد ذلك هذا عدد من الأسئلة باللغة العربية والمطلوب ترجمتها إلى الإسبانية. إذا أردت المراجعة لإجاباتك من فضلك اكتب ذلك في تعليق. يقال أن حفظ 500 كلمة شائعة من لغة معينة يساعد على فهم 70% من المحادثات اليومية للمتحدثين بهذه اللغة. الدرس القادم إن شاء الله هو عن عدد من الكلمات إسبانية، وهو الدرس رقم 37 من سلسلة الأسبانية من الصفر. والسلام عليكم.